السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، راكم كما شفتوا ولا سمعتوا خطاب ماكرون الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي. أثناء الخطاب ماكرون قال واحد الكلمة هي هما حذفوها من الخطاب في القنوات الرسمية نتاعهم. من عود رجعنا درنا بحث في القنوات الفرنسية الأصلية، جبرنا الكلمة اللي حذفوها لأن الرئيس ماكرون ما اعترفش بالصحراء، ما اعترفش بالصحراء المغربية. قال في الخطاب تاعه الصحراء الغربية، وعطاهم مهلة حتى 30 جويلية مهلة باش يفكروا في هذا الموضوع. اسمعوا معنا الخطاب تاعه الأصلي. وبينما أنا أتابع البث ديال ماكرون، الخطاب ديالو الذي يلقيه داخل البرلمان المغربي، أثار انتباهي أن التلفزة المغربية قامت بقص واحد اللقطة حتى أن الخطاب لم يكن متناسقا. فمشيت كنبحث يعني على شنو داكشي اللي تقطع، فمشيت كنبحث على المصادر الفرنسية، فلقيت القناة ديال إليزي أو القصر الرئاسي الفرنسي وضع الخطبة بدون مكياج بدون تقطيع، فتوصلت إلى هذه النتيجة. فهذا ما قام التلفزيون المغربي بقصه. Et je pense bien sûr en premier lieu et je le réaffirme ici devant vous. Il pense au premier lieu ثم اختفت بقية الجملة. ونذهب إلى النسخة الفرنسية لنستمع. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental. Au Sahara occidental. نعم، الصحراء الغربية كلمة نطقها الرئيس الفرنسي من داخل البرلمان المغربي. الأدهى من ذلك هو أن الإذاعة المغربية تريد أن تهم المغاربة، أو حتى أنها ما قدرتش تنقل لو ديسكور كيما هو أو تنقل لهم ما قاله الرئيس الفرنسي، تهم المغاربة أنه ما قالهاش. فحتى هذا الشيء كان في اللحظة التي كان يدعم فيها موقف المغرب بخصوص الصحراء، يدعو إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وكذا، فلم يتقبلوا سماع أو يسمع المغاربة أو يعرفوا الموقف الحقيقي والتسمية الحقيقية التي تسمى بها الصحراء لدى المنتظم الدولي. خوتي، راكو سمعتوا الخطاب تاع ماكرون المزيف والخطاب الحقيقي الرسمي من قنوات الفرنسية. العياشة، واش راكم باغيين؟ ما هو المقابل كي جبتوا ماكرون باش يعترف لكم بالصحراء الغربية، تولي لكم الصحراء المغربية؟ من المستحيل، من باب المستحيلات، ماكرون الرئيس الفرنسي يعترف لكم بالصحراء المغربية من باب المستحيلات. هو يبغي المشاكل بروحه، محاسبين ثم ماكرون الرئيس الفرنسي جاي من زوحل ولا جاي من أبعد كوكب؟ هذا رئيس فرنسي، نتوما جبتوه باش تغلطوا الشعب تاعكم وتسكتوا الشعب تاعكم على هاد المشاكل اللي راه عندكم تاع تجويع الشعب وترحيل الشعب والهدم والتشرد. خطونا هاد الكذب، خطونا ما تغلطوش الشعب المغربي، ما تغلطوش. راكم ديتوه في واحد الطريق نتاع التشرد، الجوع، الذل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ما تغلطوش. وباش تغلطوا الرئيس الفرنسي ماكرون، راكم غير راكم تكذبوا على الشعب وتكذبوا على ارواحكم. الصحراء الغربية تبقى صحراء غربية الى الابد، وانت عمواليها ثم عندكم الصحراء. احنا درسنا في المدارس وسمعنا من جدودنا باللي المغرب عمرها كانت عندها صحراء. خوتي، ما تنساوش بارطاج بهذا الفيديو يوصل لاقرب لاكثر الناس باش يشوفوا هذا الفيديو، يشوفوا حقيقة العياشة اللي راهم يكذبوا على رواحهم ويكذبوا على شعبهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.